تفضلي. أيان بدي أحكي معك بشي مهم. ليش ضل شي لحتى أسمعه؟ رح شوف رفيقي وخلص، رح قال له إنه ما بدي استثمر بشغله وخلص بطلنا القصة كلياتها. صدقني هالتعصيب كله ما له فايدة أبداً، بعدين إذا أنت ما بدك تسمعني فقلي كيف رح تفهمني؟ أنت هيك عم تصعب الأمور على الكل وما حدا رح يستفيد. بكفي. خلينا نروح ونحكي بالمكتب، ما رح يكون في حدا بغرفة الاجتماعات. لا لا، ما بدي إجي على مكتبك. منروح على غير مكان. شو في داعي يا منتهى؟ خلص عم قلك ما ضل أي شي حتى أسمعه. سايرني هالمرة. طيب اطلعي.